استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال المدرسين وان هو يصحح الاختبارات وكذا، ده محتاج ادوات. الادوات دي مش متوفره في كل الاماكن. النقطه دي اتكلمتوا فيها في الحمله، ازاي ممكن انا كمدرس في مدرسه او في الجامعه اقدر استخدم الذكاء الاصطناعي برغم قله الامكانيات بعض الشيء. في حاجات فري كويسه جدا، يعني زي تشات جي بي تي، زي جيميناي بتاع جوجل، مايكروسوفت كوبايلوت، دي ادوات متطوره جدا وهي موجوده. الفري فيرجن بتاعها حقيقي كويس. طبعا اللي بفلوس يعني ممكن تبقى مور ادفانس، واحنا بنديهم التو اوبشنز يعني على حسب امكانياتهم. برضو عرضنا على المدارس ان هم يبتدوا يحطوا الفيرجن اللي هي اللي بفلوس دي، لو اتطبقت على مدرسه كامله تكلفتها مش هتبقى كبيره خالص، ممكن تبقى افيد. بس الفري فيرجنز على فكره شغاله كويس وهتساعد. طب مريم، انتوا كنتوا موجودين وكان معاكوا هنا المدرسين في ورش العمل، هل كان في طلاب حاضرين؟ لا، الطلاب كانوا بيمتحنوا دلوقتي. طب يعني انتوا حاليا لسه بتعملوا فيه، ما بداتوش بدري مثلا شويه؟ لان مهم جدا ان انا برضو اشوف رد فعل اللي انا هشتغل عليه، لان انا المدرس هنا هو بيستهدف مين اولا واخيرا؟ بيستهدف الطالب. انتوا في الكامبين هنا كنتوا فين بتتكلموا؟ في الجامعه كنا عاملين بوث في الجامعه، كان كل مشاريع التخرج كنا عاملين بوث، كل مشروع تخرج عامل البوث بتاعه، فده كان يوم في الجامعه. ده كان ايفنت تاني برضو، كان الجامعه عندنا عامله يوم كده الطلاب يجوا يتفرجوا على الجامعه لو حابين يقدموا فيها، فبرضو نزلنا تعرفنا على الطلاب الجداد والبيرنتس وعرفناهم برضو وعناهم. لا احنا كده كده برضو عملنا فعاليات مع مشروعكم مع الطلاب، اتكلمنا معاهم وهم عندهم اراء مختلفه. حتى احنا عملنا بحث يعني ريسيرش كويس قوي بيستخدموا الفيرتشوال رياليتي في يعني VR. عشان دي برضو بارت من يعني جيم كده، عشان الاي اي، عشان تكنولوجي لعبه. من خلال اللعبه بتعرفوا بيها هو يعني ممكن ازاي يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم بقى. يعني حتى في البوث لما عملناه كنا عاملين اي حد معدي مثلا عايز يجوين بيلعب لعبه، وعلى حسب اللعبه مثلا بيعرف حاجه عن الكامبين بتاعنا ريليتد بالتكنولوجي اكتر. جميل برضو، يعني انتوا بتستخدموا الاثنين، بتوظفوا اللعبه علشان تعرفوا الناس بيكوا زي العاب اللي هي بنقعد نسال اسئله ويطلعوا لنا الممثل اللي في دماغنا والحاجات دي، ما ده برضو حطيناها في بارت من الجيمز في البوث بتاعنا. ايه افكار تانية فكرتوا فيها في الكامبين عشان تكون شيقه، خاصه ان انتوا هتتعاملوا مع طلاب في مراحل عمريه مختلفه، يعني من ابتدائي واحنا طالعين يمكن من كيجي كمان ممكن استخدام الذكاء الاصطناعي معاه. هو الذكاء الاصطناعي بدا ان هو ممكن يجنريت لعبه كامله، واللعبه دي هدفها تعليمي. ممكن برضو ان هو اسئله على شكل، في حاجات على شكل اغاني، في على حسب برضو الفئه العمريه اللي بنكلمها ومستواها. يعني الاي اي مش واقف عند طريقه معينه، بالعكس هو بيدي طرق مختلفه كتير قوي، بحيث ان هي تساعد ان هي في الاخر تبسط المعلومه او توصل المعلومه بالشكل اللي هو يقدر يستجيب ويفهمه. يعني جنة، احنا هنا بنتكلم عن امور متعلقه بتستهدفوها اللي هم المدرسين، وبتشوفوا استعداداتهم وبتشوفوا قد ايه عندهم قبول ان هم يستخدموا الذكاء الاصطناعي. شايفه ان مش بنقول الكادر البشري غير مؤهل، ولكن على الاستعداد حاليا مع لسه بنتكلم الذكاء الاصطناعي، لسه الموضوع نسبيا بالنسبه لمصر لسه جديد، يعني شايفه الاستعداد موجود ازاي؟ واحنا بنتكلم عن التقبل، ولكن الاستعداد عندهم القدره بنسبه كام في الميه مثلا من الرصد اللي تابعتوه ان هم يتقبلوا ان هو يستخدم الذكاء الاصطناعي في الامور اللي انتوا اتكلمتوا عنها، سواء بالنسبه لتحضير الامتحانات او غيره؟ احنا حاولنا نعرضها بشكل مبسط، فهم كانوا فعلا عندهم استعداد. لا انا شايفه ان فعلا في بوتنشال كويس قوي، ولا هم متحمسين ان هم يجربوا حاجه جديده، خصوصا ان هي هتوفر عليهم مجهود، وان هي هتخلي كمان الطلاب يبقى في تواصل اكتر معاهم، انجيجمنت، يجربوا طريقه شرح مختلفه جديده. لان يعني دايما في مدرسين كده بيبقى حابين ان هم يبقوا متميزين، فدول اكتر استفساراتهم مثلا اللي كانت ليكوا ايه؟ هما لا، في منهم ما كانوش مصدقين اصلا ان يا وانا ممكن اكتب له كده مثلا، اكتب لي اسئله عن الدرس المعين يطلعها لي كلها ويوفر عليا الوقت. كانوا منبهرين الى حد ما. وفي منهم على فكره كان عندهم خلفيه برضو عن الموضوع، وكانوا اوريدي ابتدوا يحاولوا يستخدموه، بس كانوا محتاجين اكتر يعني جايدنس. فعشان كده احنا يعني بنحاول نعمل كده في الحمله بتاعتنا. وبالفعل في جامعات بقت تبتدي تشتغل فيه، يعني احنا الجامعه بتاعتنا برضو ابتدت
تطور الكورسز بتاعت كليه الاعلام ان هي تدخل فيها الاي اي. طيب انتوا يعني لحقتوا الاي اي في اخر سنه كده في الجامعه، يعني تفتكروا لو كان موجود وانتوا في المدرسه او وانتوا في بدايه الجامعه شكل تعليمكم كان هيكون عامل ازاي؟ عايزه الاجابه من كل واحده فيكم. بصراحة لو كان موجود من زمان كده يعني اي حد في الدنيا، عشان كده احنا عايزين برضو نخش في الستودنتس، ان اي حد في الدنيا هيستسهل ايا كان كستودنت ولا تيتشر، هيبقى عايز ياخد الطريقة الاحسن الاسهل اللي مثلا مزنوق في الوقت فتوفر. فلو كان موجود من زمان اكيد مثلا كنت لا هعتمد عليه اعتماد كلي في حاجات كتير قوي. لو عشان كده عايزين نعمل الكامبين دي عشان اللي طالعين برضو ما يبقوش دماغهم توقف ان احنا معتمدين ان في AI، انا هخرج النهارده وهرجع هكتب سنتين خلاص هو هيحل خلاص خلاص مش محتاجه اي حاجه. لو كان عندك في المدرسه كنت هتبقي مبسوطه؟ هتقلقي منه؟ مش هتستخدميه؟ هتكوني مقننه؟ لا حاسه هبقى حابه استخدمه، يعني كنت دايما حابه اجرب اي حاجه جديده، فلا حاسه هكون استخدمه. ممكن برضو زي ما شات بتقول لو اتزنقت في وقت او حاجه هكون بستسهل شويه، بس في العادي لا هحب ان انا اللي هو اذا في حد ممكن يقعد يفكر معايا ونجيب حاجه جديده. يعني وانت يا جنى؟ انا في الاول لا ما كنتش حباه بصراحه، اول ما ابتدى يظهر الفكره بتاعته كنت اللي هو لا اكيد الانسان هو اللي يبقى مبدع اكتر وكده، بس لما ابتديت افهم اكتر وابتديت اجربه انا بنفسي لقيت ان هو لا بيساعد وحلو قوي. فلا لو كان موجود من قبل كده اكيد. اول مره جربتيه كان فين؟ غالبا ممكن ان هو يعمل تلخيص او ريفريز، لو انا ساعات بكتب مثلا حاجه معينه هو يصلح لي الاخطاء السبيلنج والجرامر وكده، لقيت اللي هو طب ده حلو قوي. وكمان بيعلمني يعني ممكن يحط مثلا كلمه جديده انا ما كنتش عارفاها ومش بستخدمها قبل كده فاتعلم ان انا استخدمها، مثلا دي الكلمه دي حلوه، طريقه الكتابه دي لطيفه. فمتهيألي دي كانت اول مره استعملته فيها. لما قررتوا تعملوا الحمله بدأتوا تدوروا في ايه الوسائل اللي يعني طبعا الانترنت، بس اقصد ايه الحاجات اللي رحتوا لها علشان تعرفوا اكتر عن الذكاء الاصطناعي وتقروا عنه اكتر وتقدروا تفهموا اكتر فتقدروا تتكلموا عنه كويس؟ وانا يعني برضو شاهد من شويه كانت قالت ان جبتوا سبيكرز معاكم للكلام، يعني مش انتوا بس مكتفيين في الحمله ان انتوا تتكلموا، لا انتوا جايبين متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي للاستعانه بيهم والتعريف باهميته. فبدأتوا ازاي تدوروا وتعرفوا الشخص ده مناسب للحديث عن الحملة بتاعتكم ولا لا؟ احنا اي حد اصلا كان متخصص في بارت الاي اي او بيدرس حاجة او زي مثلا وي تكنولوجي او حاجات دي كنا دايما بنروح وراهم نسأل نعرف. فاحنا كنا بنريسيرش كتير جدا، الريسيرش بتاعنا خد مننا سمستر بحاله تقريبا. وقعدنا ندور كتير ورا كل الناس، يعني اي حد بيدي عشان كده كنا جايبين حد يعمل توك، اي حد كان كده كنا بنروح نكلمه ونفهم. احنا اصلا حتى في التوكس كنا بننزل فيها مدارس او كده احنا كنا قاعدين بنسمع عايزين نعرف اكتر، قاعدين مبسوطين. انتوا كمان بتستفيدوا، احنا يعني قاعدين مش بس اللي هو احنا اللي جايبين سبونسر او مش بس كده، لا احنا قاعدين عايزين نعرف اكتر هو عايز يقول ايه. طب جنى انت شايفه ان الذكاء الاصطناعي يقدر فعلا اعتمد عليه بشكل كامل؟ بلاش بشكل كامل، اعتمد عليه في كل حاجه في كل العمليه التعليميه؟ لا اكيد لا، لازم العنصر البشري برضو هو الاساس وهو اللي صنع الاي اي، فهو عمر ما الاي اي يعني هيتفوق عليه. طبعا هو بيتطور بسرعه فظيعه بس هو وسيله مساعده، احنا دايما عايزين ان احنا نبينه ان هو وسيله مساعده للمدرس وللطالب. هو فعلا هيحسن قوي من جوده التعليم وهيوفر وقت ومجهود، لكن برضو الانسان هو الاساس كده كده. من وجهه نظركم ايه اللي التعليم محتاجه غير الاي اي مريم علشان يكون اكثر يعني اسهل للطلبه؟ يعني اكيد انتوا بما انكم طلبه وخلاص يعني كلها كام يوم وتتخرجوا وتنسوا بقى مرحلة الدراسة وبكل ما فيها، ليكوا وجهة نظر في شكل التعليم مع كل التكنولوجيات الموجودة دلوقتي؟ لو هتقولي أنا كان نفسي يبقى عندي وبتمنى يبقى عند الطلاب في السنوات اللي جاية هيبقى إيه؟ حاسة ممكن نظام اللي هو الغياب والحضور وكده الاتندنس، ممكن لو كان إن هو
بمرن اكتر بحيث ان لو حد عنده شغل لا الجامعه او المدرسه تساعد ده اللي هو ممكن تمام بدل ده هيفيد الطالب اكتر في مجال الشغل والدراسه فتمام روحه وعادي مش مثلا نقص على الغياب وكده يعني يبقى الموضوع مرن اكتر بحيث انه في الاخر احنا عايزين نوصل للاستفاده الكامله للطالب يعني.